اوعى 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 امزح امزح. فكت 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 عبينا تعبينا يا اخوان يا اخوان تعبينا يا اخوان تعبينا. لا لا يا الكعبة لا يا الكعبة. الريحة زادت يا اخوان. لا ما نزل شيء. شوفي شي. نزل شوفي شي. شوفي نازل 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 اخوان اخوان. شامين ريحة يا رجل. انا شام ريحة الوردات هذول اللي جنب السيارة شايفين يا زلمة. اي وردات؟ لا لا في ريحة. لا يا زلمة ما اقول. بعدين انت لشو شق الشباك زي الريحة بتقتل. عشان شم ريحة الورد هذا اللي جنب الشاحن. طب واحنا اثنين اللي قاعدين معك بالشاحن شو بده يصير فينا؟ ليش انت شمين يا اخي؟ زي ريحة الله يا رجل. معقول من الصهريج ها؟ ممكن 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 ممكن. لا محمد في ما زهر لا ما ورد محمل ناس بعرفهم انا مش محمل نوتيلا. ايوه مكتوب عليه هيك ها. انت محمل نوتيلا محمل ناس بعرفهم يعني كيف والله تعبير. يلا يلا شغل بيك تقلب الهواء بس بس خدنا خدنا لفه عليه يا على شو اسمه. شو صهريج نضح. طلع لكم عليه كاميرا حره ولا هيك بس؟ لا بس هيك بس هيك. خلص شغل ذبحتونا. تنويه صغير يا اخوان ترى هاي المودات كلياتها والسكنات العم زيد هو اللي بيعملها. واذا بدكم تنزلوها بتيجوا على الديسكورد عند العم زيد بتلاقوها موجوده هناك. طبعا قبل ما تيجوا على الديسكورد بتعطوه لايك وبتعملوا سبسكرايب اذا كنتوا جداد على القناه وشغل الشاحن عم زيد. يلا بسم الله. نفتح الشباك عليها اوبن بايب كمان. فيش داعي مشان الله سكر مشان الله مشان الله سكر الشباك عشان الهواء عشان الهواء شويه كذا. بديش ينسم علي الهواء مش ناقصنا عم زيد شغل. لا ما هو هسه الهواء بكون بصير يرجع على السيارات اللي ورانا مش عارف. ما هو اسمع ما هو اسمع ما هو حر حر وقرف مع بعض بنفعش مزبوط فعليا مش عارف عنك محمود عاد يعني. يلا ماشي خلص سكر لك الشباك. سكر 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 الشبابيك. بس شباكي انا بدي اخليه مفتوح يعني ماليش دخل فيكم. خلاص افتح الشباك اللي هناك خلي يفوت الهواء من هون ويطلع من هون نعمل شويه تنفيس بدل ما يفوت وينكبت ما هو بقلوبنا. كيف كيف القعده ورا بجنن انت بالله عليك. ايه يلا قلبي عم تشغل الضواو. ضواو ضواو ليش؟ الدنيا نهار لازم شغل جو نعمل جو. طقة أولى هاي شغلت. على وين مشوارنا إن شاء الله؟ على وين الدرب مودينا؟ بأي مكان نفضي فيه نحمل منه. أعطيها روح عم زيد بس امشي شوي شوي بدناش نتخضخض. لا لا أيوه محملين ميكروبات. أيوه على مهلك عم زيد سيف قاعد على التخت ورا هسه بقلب منطقة سكنية تاقوني بال محمود في عندك هاي بالتابلو عندك لقدام في شو اسمه قنينة عطر عطر محترم ولا يعني مش بمد ايدي على اشي. ما هو عطر مع هذا تطلع ريحة اشي من الاخر. معقول ما ماليش مشكلة حارقة حارقة متفجرة. يا اخي تعال اقعد محلي خلينا نسوق. يا تعال اقعد محلي خلينا نسوق. سوق انت؟ اسوق انا؟ ليش؟ اذا مسواقتك انت بتضلك الدعوه شو اسمه اذا بتخطخط فينا قاعد. طب عادي يا زمان ها؟ بديت انت عم زيد واحد الله. عشان يهمك يا عم زيد. نوصلهن ساخنات. شلون الشاحن اليوم؟ صدق ما تبعت انا؟ سيلفر. رماد. اللي فيش مسابح يعني. لا لا فيش مش مسبح. ده اليوم صبت صبت وطن اليوم. اليوم حاملين مسبح مش من نوع اخر. مسبح ايه؟ مسبح. يا اخوان ترى الفيديو راح يكون كله تيت. ايه. بدك تمسح عن الاكل يا اخوان ولا جاي على بالي حتى اشرب شيء. ليش لازم هذا لازمكم هسه على الطريق سوبر ماركت واحنا راجعين يا عم زيد راجعين بعد. طلع 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 هذا طلع زهري.
والمشنعه هاي زي شاحنة سيف. لا يا عم سيف الحبة البنفسجية هذه كاملة من نفس الاشي يعني شو فرقت. بعدين هذه كانت يعني غلطة لا تختفر لسيف، بس لكن يعني العم سيف يعني بالتعديل لا يعلى عليه فعليا غلطة لا تختفر. انا بدريش عنك سيف يوم انت شو خيالك. ده بس يومها كان تعديله مرتب يعني مشاهدة كل جميع يعني ما ظل حدا بالوطن العربي كله ما تنمر يعني علي ما تنمرش فعليا فعليا. هاي زي السيارة هاي اللي جنبي ده حتى لو بي ام بي ام كان بي ام دمدم له بلكي وقف طلعت معه داخلك ما يصير. عم زيد بتنط عم زيد مش انا الله قاعدين من ورا قاعدين بتسيل. شو بتسيل؟ بنهرب بنهرب قاعدين. يا اخوان هسه شو قول كل وراي شو هسه بس نوصل يا اخوان مين بده يشبك البربيش وشو اسمه. انا ماليش دخل مين صاحب الشاحنه. انا جايبكم انتوا اصحاب الفاضي. انت طلعت معك خاوه يعني انتوا اصحاب الفاضي اصحاب بهاي الشغلات. انا ما عنديش اصحاب. ليش انا بمدي شيء. شو قصه السيارات اللي كلها نفس اللون هذول؟ مش عارف يا اخي صراحه لاحظت. معقول عدو من سيف؟ بدريش فيكم نزلني على السياره البنفسجيه يا جماعتي. لا عمي ضلك معي هسه عشان تساعدني بس نوصل. سيفتك تشبك البربيش محمود. أيوة. شغل الماتور. اذا تشغلت الماتور مش مشكله وانا اروح اتمشى على الشط شوي راح نسمع عليك الهواء هيك. لا ما انا بعيد بكون جاي فضي بالشط اليوم. طبعا اخوان عندي تنويه صغير بعد اذنكم. اللعبة ما بتشتغل على الجوال. اللعبة ما بتشتغل. ما بتشتغل اللعبة على الجوال. في العاب شبيهة لها. في العاب شبيهة لها اسمها إذا بتحبوا بنزلكوا عنها يعني فيديو عن الألعاب اللي تشبه يورو تراك. طبعا هسا يعني شو ما كان يعني هسا لعبة بي سي دائما مستحيل انك تقدر تقارنها بلعبة موبايل شو ما كانت صح أكيد. ولا لا؟ مليون بالمية يعني قدرات البي سي غير عن قدرات الموبايل. شو معالج الموبايل شو معالج الموبايل شو الشاشة تبعت الكمبيوتر بالنسبة لشاشة الموبايل. بس نرجع لموضوعنا. شو اتفقتوا الشغل مين يفك ومين يركب ومين يسوي؟ انا مني وعلي بشغل الماتور وهلا ماليش دخل باقي الشغلات. تعرف انا بسكر الشبابيك وبولع الكونديشن بالشاحن. تعرف وين الماتور يا محمود؟ ماتور فوق التنك مباشره. ليش حطه فوق التنك؟ المفروض يبقى برا الراس مباشره. لا ما هو عشان ما هو انت اللي بده يقعد عند الماتور فوق كل شوي بده يفتح الفتحات اللي فوق عشان يشوف قديش طلب التنك. والله ما بنزل من الشاحن. والله ما بنزل. ليش؟ ايه اعوذ بالله. سيف معي كفوف يا زلمة عادي مش راح تتجرثي. وحتى لو على اساس الكفوف عشان انظف منهن. طب هسا عشان اقنعك شو رايك وانا صف باليمين وافتح صندوق شو اسمه واعمل لكم كاسة شاي. لا لا يا حمزين. لا لا يا حمزين انا مش مهتم بكاسة الشاي بالمرة. من باركت كوش تشرب من عندي شيء ولا ضيف ولا مش مشكله. مش بعد ما ننزل الحمل هذا اللي معانا وعم زيد مشان الله التنك خليه هون بدناش يا بنرجع راس فاضي. اجيب لهم انا هيك بقول يعني اجيب لكم تنك مي المره الجاي. تنك مي تنك النفط بنزل انا ساعتها بسبح في عندي تنك مي محترم يعني. طب مهتمين خلاص بنطلع فيه المره الجاي معك. وإذا بدك برضه بنجيب شاحناتنا برضه ونطلع أكثر من تانك. بس ابقى مي الله يسعدك الله يخليك. هاي المناسبة السعيدة يا إخوان في شو اسمه شغل تنكات مناصير وجوبترول لكم مصلحة؟ إي إحنا اللي لنا مصلحة. والله لنا. طيب هاي علم أي شيء نجيب درول إحنا شغالين. هذا بالسيارة الكشف شفت كيف طلع عنك انه طلع مخنوق
دعس على الاخر معقول نسم عليه الهواء لانه مكشوف نسم كثير الهواء عم زيد مشان الله تجاوزاتك الشاحنة قاعدة بتنط بعدين مهم يعني القبقبة هون مع الريحة قلبان معدة زي ما بدك وزيادة هذا اللي قدامك شكله بده يتجاوز ابو السيارة الصغيرة هذا دعس هذا جيبه بس اوعى 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 قربنا خلص هسه بدي اقلب الصحراوي كله خليهم يعرفوا الام بي 3 شو هاي زملاء اوعى 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 تعبينا تعبينا يا اخوان اخوان تعبينا اخوان تعبينا لا لا يا الكعبة لا يا الكعبة الريحة زادت يا اخوان لا ما نزل شي شي نزل شي شو في نازل 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 لا يا اخوان كل خذ معك خذ معك خذ معك كل كم قطرة يا زلمة قطرتين ثلاث بس قال قطرتين ثلاث بس دكان قريب نجيب مي نغسل عم زيد تكفى جيب هذا التانك تبع المي هسه خلينا نغسل اجيب تانك المي لا يا عمي الجماعة مستعجلين على طلع الحزينة هذا هسه هذا بده يفتح كروك السيارة اللي ضربناها شو بده يقول له وقع عليه اسف يا زميل شب عليه اسف يا صديق هي ليش فيش أزمة يا اخوان وين راحوا ما روحوا كوك ترافل كاميرا حرة طلعوا انا ما طلعتش كاميرا حرة يا امير عمليت بقاش تهور الله يرضى عليك ايش قال لك محمود اعطينا شوف من اول النقلة ما انتو يا اخوان كنت بدي افرجيكوا قدرات التنك كيف طلع اذا الاجمال قزة مالها نيوز مال رجعت لورا لا ان شاء الله قد يضايلها الحمولة هاي ان شاء الله ايه ومحمود ما شكلك انت بتحبش تطلع معي يا اخي مش مستمتع لا بعد كل اللي صار بدك يعني استمتع استمتع يا زلمة خلي حياتك هيك جميلة و عشو عزمنا بعد ما نزل الحمولة يا حمزي كرشات مهتم مهتم بالكرشات كرشات منظف على الاصول يعني مش انه هاي الله استم بعدين راح نسلخ نوتيلا ايه دقيقه هيك كيس فرشتك سيف لك مصلحه الشاب سبحان الله اي زميل زميل هيا محمد زينا ايه اخر ضربة هاي من الحساسية الستيرنج ماليش دخل هدي هدي يا رجل هدي على الكوربات هو اذا بهدي ببطل له شو مكتوب عليها الكارب هاي هاي العقبة 50 كيلو احنا وين رايحين هسه العقبة نروح نكبن على الشط ونرجع حلو بس نوصل نذكرني هسه هون في طريق مختصرة بعرفها وين؟ محمود انا حاسك حاسك مستقلع من المشوار بدي اخلص يا عم زيد انت مش من ريحه يا زلمه شوف الجمال بس بنمر على الشعب واحنا مروحين ها بدنا بنمر على الشعب وبنجيب كمان كم كرتونه عصير راني كمان جيب الحرامين بدل هذول اللي تعبنا وع السيارة اللي جنبك عم زيد اوعى هدى هدى من الخوف من الخوف ولا الريحة؟ من التنين ايوه هاي كازية في السوبر ماركت ما فيها الكازية بس واحد ناري لازم نوصل لحمولة ساخنة وهذا الشرق اطلع يمين قول هذا الشرق يمين اطلع يمين عم زيد اطلع يمين يا رجل
ما خسرت اذا ما هي الطريق اللي بعرفها. هاي الطريق لانها بتجيبك على الشط مباشرة. خلص مش مشكلة اذا ما احنا هسه بس نوصل نوقف نريح شوي نعمل لنا بريك شاي بعد ما نفضي. الله يساعدك. لا بريك الشاي انا بقدر يعني ما انتو تكونش تساعدوني بالتفضي يا اخوان. عمي خلص بنساعدك ولا يهمك. خلص ما انا بس بعدنا عن البربيش. انا على المتور والتفقد تفقد نتفقد مش مشكلة من فوق لفوق. معي كمامة يعني انت مش كاش كمامة بدك قناع غاز. بدك قناع غاز اقل اشي. هاي وصلنا هاي العقبة هسه نسم عليهم الهواء هسه قاعدين بغنوا لي طلوا حبابنا طلوا دير بالك عم زيد هون الفندق هون هون نريح ننام بالفندق هون زي ننام شو مش اقول لك وقف انزل انت وزي فندق روح افضيها. محمود مالك حسك يا اخي مش على بعضك على بعضي زي ما انت مش شايف الريحه اللي قاعد بتطص فينا من اول ما طلعنا جد وهسه كمان مع الرطوبه مع جو العقبه ايش من الاخر ادريش انك محمود ليش حط عليها انها قابله للاشتعال فعليا هي قابله للاشتعال هاي تسريب غاز مع قدها انسى. الحمد لله على السلامه يا اخوان. الله يسلمك. طيب يا اخوان بس حبينا هيك نتسلى معكم شوي يعني انا والشباب قاعدين قلنا نتسلى معكم شوي نطلع مشوار خفيف لطيف وان شاء الله يكون المود عجبكم والفيديو عجبكم. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب والسلام عليكم. لا تحرمونا من تنمركم. لا تحرمونا ابدا. السلام عليكم.